أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة أنه سيتم تفعيل الاتفاقيات المشتركة مع تونس. وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الليبي في طرابلس، قال رئيس الحكومة التونسية هشام الشيشي إن ليبيا تعهدت بمساعدة بلاده في أزمتها الاقتصادية، مشيرا إلى أن الاستقرار والأمن في ليبيا مهما لتونس. من البوابة الاقتصادية تحاول تونس العودة بالعلاقات إلى سالف عهدها مع جارتها ليبيا. وفد تونسي كبير يصل إلى العاصمة الليبية طرابلس، يقوده رئيس الحكومة هشام المشيشي. يضم الوفد عددا من الوزراء ونحو 100 من أصحاب الشركات لحضور منتدى اقتصادي ومالي في طرابلس وفق هشام المشيشي. الأخير شدد على رغبة بلاده في تحفيز التعاون الاقتصادي مع طرابلس، ويأمل في أن تمد له يد العون اقتصاديا. كما زاد كذلك استمعنا إلى الاستعداد التام اللي قدموه أشقائنا الليبيين، قدم به السيد رئيس الحكومة لمساندة تونس في الفترة اللي قاعدة تمر بها هذايا، نتيجة بطبيعة الحال للظرف الاقتصادي اللي تعرفه من تأثيرات الكورونا. ورغم الوضع غير المستقر في ليبيا، فإن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة تعهد بدعم تونس اقتصاديا، خاصة مناطق جنوب تونس المحاذية لليبيا، وبإعادة تفعيل الاتفاقيات الثنائية. جنوب التونسي نحن بعون الله لابد يكون في تلاحم بين شعبينا، وخصوصا القريبين منه هو في الجنوب التونسي، نفتح الحدود، نفتح القيود. الطرفان بحث قضايا أخرى غير الجانب الاقتصادي، أبرزها الجانب الأمني وفتح الحدود وإزالة القيود وتسليم المطلوبين. كما طلب الجانب الليبي من تونس إعادة الأموال الليبية المحجوزة لديها، طلب قال دبيبة إن تونس أبدت حسن النية في هذا الشأن. قبل بداية أحداث 2011 ارتبطت تونس وليبيا بعلاقات اقتصادية واجتماعية وثيقة، علاقة رغم تأثرها بالأحداث فإن تونس بقيت وجهة مفضلة لكثير من الليبيين للسياحة والعلاج. معنا من تونس الكاتب والباحث السياسي أبو بكر صغير. أستاذ أبو بكر مرحبا بك معنا. إذن وفد بطابع اقتصادي بحت إن صح القول، بالتالي ما الذي تنتظره تونس من ليبيا خاصة مع تواتر الزيارات في الفترة الأخيرة؟ مساء الخير. أعتقد أن تونس اليوم تدخل رسميا سباق المنافسة حول مشاريع إعادة الإعمار لليبيا، ولكن هذه الزيارة تكتسي أهمية بالغة. أولا من حيث تركيبة الوفد، فهو الأضخم في تاريخ تونس، إذ أنه يضم تقريبا 3 وفود: وفد وزاري رسمي يقوده رئيس الحكومة ويضم كذلك محافظ البنك المركزي، وفد كذلك يضم المنظمات الوطنية الأهم 3 فيما يتعلق بالعمال ورجال الأعمال والفلاحين، وكذلك وفد من رجال الأعمال يضم تقريبا 1200 رجل أعمال. وبالتالي هذه أكبر زيارة يقوم بها وفد تونسي لبلد شقيق أو صديق، هذا من جانب. ومن جانب ثاني بالنسبة لتونس، ليبيا تشكل الفرصة الأهم وإن لم يكن الأمل الأخير لإنقاذ وضعها الداخلي، باعتبار أن ليبيا هي عمق استراتيجي لتونس، وهي توفر عديد المنافع لتونس خاصة فيما يتعلق بالحراك الإنمائي بمناطق الجنوب، وكذلك اليد العاملة التونسية. وأنت تعلمين سيدة الكريمة أن تونس تواجه مشاكل اجتماعية حادة، ليس بسبب وضع الإفلاس الاقتصادي ولكن كذلك بسبب تفاقم البطالة، وكذلك أن ليبيا بإمكانها أن تحفز حراك الاستثماري في تونس. ولكن ما هو مهم في هذه الزيارة، أعتقد هنالك جانب أمني لم يتم التطرق إليه كثيرا، فلا يجب أن ننسى أن رئيس الحكومة سيد هشام المشيشي هو في نفس الوقت وزير الداخلية بالنيابة، وبالتالي القضايا الأمنية ستكون ضمن المواضيع المطروحة في هذه المسألة. رئيس الحكومة الليبية سيد دبيبة تعرض إلى مسألة أموال الليبيين في تونس، ولكن
اللي هنالك مشكل آخر يتعلق بالتونسيين الذين التحقوا بالمعسكرات الإرهابية هناك في ليبيا، وكذلك هنالك بعدد كبيرة من التونسيين المطلوبين بتهم الإرهاب، بالإضافة إلى قضية صحفيين تونسيين لا يزالان مفقودين، هما سفيان الشرابي ونذير الإكتاري. أعتقد أن هذه الزيارة حمالة لكثير من طب، ولكن إلى جانب هذه القضايا أو حتى الإشكاليات الأمنية كما أشار إليها دبيبة صراحة في المؤتمر الصحفي، تحدث عن عدد من القضايا العالقة، مع ذلك الصورة ليست وردية تماما، مثل الديون المستحقة، انسياب حركة المواطنين ما بين البلدين في الجانب الأمني أو الشق الأمني وما إلى ذلك كما أشرت إليه السيد أستاذ أبو بكر. إلى أي مدى ما زال هناك تحديات في طريق هذه العلاقات للعودة أو على أمل عودتها لما قبل ربما آخر التطورات وسقوط القذافي؟ هذا سؤال وجيه، وهو أعتقد أنه السؤال الأخطر. أن تونس بالفعل بإمكانها أن تكون ليبيا هي فاتحة أمل جديد لإنقاذ وضعها الداخلي فيما يتعلق بجانب الاقتصاد والمالية وكذلك الجانب الاجتماعي، ولكن نقطة الضعف في تونس أن الجبهة الداخلية غير متماسكة. سيدتي الكريمة، هنالك تناقضات في مستوى الرئاسات الثلاث. رئيس الجمهورية قبل أيام يصرح في فرنسا أن المناخ في تونس لا يشجع على المستثمرين على القدوم لتونس استثمارات. رئيس الحكومة يصرح اليوم عكس هذا تماما، أن كل الظروف في تونس متوفرة لتشجيع الاستثمار. وهنالك حدث آخر كذلك بإمكانه أن يشوش على هذا التأسيس الجديد لروح علاقات جديدة بين تونس وليبيا. في نفس الوقت رئيس الحكومة يدشن معرض تونسي بليبيا، حركة النهضة ومن خلال البرلمان تقوم بإعلان لأول مرة، هذه سابقة حتى في السياسة التونسية، أن جهة برلمانية تتجه إلى إقامة معرض شراكة استثماري سيتم افتتاحه يوم 27 مايو الشهر الحالي في منطقة جربة بين تونس وليبيا. ما دخل البرلمان في مثل هذه الأعمال إن لم يكن، ولكن حتى رئيس الوزراء، رئيس الوزراء هل هو مخول برأيك أستاذ أبو بكر؟ أيا كانت المعطيات والظروف الاقتصادية أو الحاجة الاقتصادية في رسم السياسات الخارجية القيام بزيارته، وهو على خلاف كما هو معروف مع الرئاسة في عقد اتفاقية توقيعها أيضا. نعم، هذا من مشمولات رئاسة الحكومة، فهو يمثل السلطة التنفيذية، السلطة الفاعلة بالبلاد، وهو كذلك هو الذي بيده مفتاح الاقتصاد ومفتاح الاستثمار ومفتاح المالية التونسية، وبالتالي كل القرارات تصدر عن رئيس الحكومة، فهو الذي يتوفر على كل هذه المشروعيات، وبالتالي من مسؤولياته أن ينطلق في هذا التوجه. ولكن الإشكال كما أشرت مضحين، ما دخل البرلمان في هذه المسألة؟ وقد أعلمنا قبل أيام أن السيد خالد المشري رئيس مجلس الأعلى الدولة الليبية الذي لم يعد له تلك السلطة التشريعية يوجه دعوة لرئيس البرلمان السيد راشد غنوشي لزيارة ليبيا. لماذا هذا التشويش على هذا الدفع الجديد في العلاقات بين البلدين؟ أعتقد أن نقطة ضعف تونس هو وضعها الداخلي، هو جبهتها الداخلية، هو هذه الحالة من الانسداد السياسي، وهذا غياب التناغم والانسجام بين رئاسة الثلاث، وقد يكون ثمن ذلك غاليا فيما يتعلق بوضع تونس. ما أتمناه شخصيا أن تنجح هذه الزيارة للسيد مشيشي، لأنه بالفعل عد لها الإعداد الجيد، وقد بالفعل والملفات التي حملها معه هي ملفات تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للعلاقات المستقبلية بين البلدين. وكذلك هنالك أعتقد أن حتى الأخوة الليبيين يعطون ثقة كبيرة لرئيس الحكومة السيد هشام مشيشي أنه بإمكانه أن يحل الكثير من الإشكالات القائمة في علاقات الجارين الشقيقين. شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث السياسي أبو بكر الصغير من تونس.